أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا مساك جميل، صديقة جميلة من متحدي الإعاقة. صديقتنا الجميلة رغم إصابتها بشلل الأطفال هي شخصية اجتماعية، بتحب الحياة، تخرج للحياة العامة رغم كل التحديات اللي بتمر بيها. قوة إرادتها وعزيمتها تتحدى إعاقتها، تواجهها بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. رغم كل التحديات اللي بتمر بيها قوة إرادتها تقدر تتغلب عليها. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية، رفضت الاستسلام لليأس ورفع راية الهزيمة.